عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ احنا هنصور برنامج جديد. البرنامج دوت هيبقى برضه تبع كابتن اناليسيس، ده البرومو بتاعه. البرنامج ده الحلقه فيه مش هتزيد عن 5 دقايق، عباره عن الاتي: الحالات الشاذه في التحاليل. عباره عن ايه؟ الحالات الشاذه في التحاليل يعني ايه؟ يعني امتى اعمل مزرعه؟ المزرعه دي فيها باس اوفر 100 ما تطلعش. هنشرحها في نقط معينه كده ونقول نعمل ايه مع المريض. سكر صايم عكس بتاع ده عالم الفاضي بيحصل في 1 2 3، وهنقوله ايه عشان نتعامل مع المريض. السكر بتاع ده الليفر الاو تي اعلى من البي تي او البي تي، وهنقول البولين اعلى من الكرياتينين، الكالسيوم التوتال مع هو نفس القصه دي. ده البرنامج بتاعنا. هنعمل في البرنامج ده 3 4 حلقات عن حاجه الناس ايه طلبت تعرفها، هي الكواليتي كنترول او ازاي شيكوا عن الاجهزه. تمام؟ ده حاجه لازم كل الناس ايه تعرفها. ده البرومو بتاع البرنامج الجديد، هتلاقوا فيه مفاجآت كتير.